ده. رقم 5، ايه الفيتامينات اللي انت محتاجها؟ الفيتامينات اللي انت محتاجها ممكن ساعتها تستخدم لو انت في مصر مالتي فيتامين اسمه كيروفيت، والحاجات دي كلها يا جماعه هكتبها لكم تحت برده عشان في ناس ساعات بيبقى الصوت مش واضح الى اخره. ولو انت بره مصر تستخدم سنتري، مش سنتروم، اسمه سنتري، ده ممكن تشتريه على الاي هيرب، معظم الناس اللي بره مصر عارفين الموقع ده تقدر تشتري من عليه. ده كده المالتي فيتامين ده بتاخده مع وجبه السحور، مش وجبه الفطار، ده بتاخده مع وجبه السحور. وممكن كمان مع وجبه السحور تاخد حبايه اوميجا 3 لو انت في مصر تشتري الزاندروس و او الاوميجا 3 الالترا طبعا لو انت برضو بره مصر. وممكن كمان مع وجبه السحور تدخل فيتامين د، ده طبعا لو انت بره مصر على حسب ارشاد الطبيب، ولو انت جوه مصر برضو على حسب ارشاد الطبيب او على حسب بقى المختص اللي انت ماشي معاه. وفي نفس الوقت يفضل كمان بالليل ممكن تدخل معاك حبايه كالسيوم او مغنيسيوم سواء على الفطار او على السحور، بس يفضل ان هي تخليها على السحور عشان يعني ايه بتساعد على انك تنام اسهل، خصوصا المغنيسيوم، فتبدا تكون مفيده ليك. وطبعا هنا يفضل تماما انك ممكن لو انت تستخدم عجبه الاشوانج عشان تساعد معاك، خصوصا لو انت عندك مقاومه انسولين، تاخد منها مثلا حبايه في الفطار وحبايه مع السحور. وبكده دي الفيتامينات اللي انت تقدر تستخدمها وباذن الله تقدر تفيدك وتوصلك لهدفك. لو انت بنت برضو بتعملي دايت وبتعملي رياضه وحاسه ان شعرك بيقع، ممكن تستخدمي اي زنك، تاخدي مثلا من 15 ل 20 ملغ يوميا.